أهلا بكم مرة أخرى، جدت لقانا معكم يوميا كما عودناكم. معكم الشيخ مومن في الكوجينة نتاع الدار، باش نهضروا مع بعضنا العديد من الأطباق البنينة الخفيفة اللي ما تكلفش اللي ما تطلبش وسهلة برشا. دونك ما عليكم كان تتابعوني يوميا كما عودناكم من الماضي ساعتين على الفيسبوك الشيخ مومن بن يونس. كيف كيف للي ما غلطش علينا وما لقاش اللايف ينجم يعاود يتفرج عليه على الفيسبوك شيف مومن بن يونس، والا شين يوتيوب كيف كيف شيف مومن بن يونس. لازم تحضروا البلان تاعكم الكل كما قلت لكم قبل، وتو نزيد نذكركم قبل كل شيء، ابونيفو في الانستغرام شيف مومن بن يونس، حضروا البلان تاعكم، تاجيوني وانا نوعدكم بقدره ربي ان بارتاجي لكم لي بريباراسيون نتاعكم. دونك بداو الكومنتات توا. سلام لويزا وسامحني، وسوما بونجور، الفيا بونجور، بونجور الناس الكل اللي خلطوا هنا توا. لويزا بونجور مره اخرى الاسم للناس الكل اللي خلطوا هنا في اللايف. تنجموا تفعلوا معنا كومونتاريتكم، تنجموا تقولوا لنا شنو هي الدباره نتاعكم، شنو باش تحضروا، واللي ما عندوش دباره زاد كيف كيف احنا نجموا نقولوا له شنو باش نطيبوا. دونك قبل كل شيء باش نحضروا خبز محشي، دونك باغيت فارسي صغيره. تو تقاول المقادير نورمالمون ان شاء الله تلقاوها يبانجلي في كومونتير، وتنعطيكم المقادير جرجيس ميلادي بونجور. وباش نحضروا حاجات اخرين، يعني بالنسبه للفطور نتاع اليوم باش يكون فيه توش ديما نتاع الشيف جرجيس بونجور، شهد بونجور، رفيا بونجور، باش يكون فيه توش ديما تونسيه. الشرب هذيك بدون منازع باش تكون موجوده. سلام فاشن رورو فاشن باش تكون موجوده الشربه، جست ان احنا ديما نزيدوا اللمسه نتاعنا، اللمسه ديما قلت لكم باش نطيبوا في الكوجينه ا ما فاسون. الشربه باش تكون لسان عصفور زعره كل يوم، باش نعملوا درسه بونجور، باش نعملوا سلطه نتاع كسكسي، وقت نوريكم الطريقه كيف كيف. راهو السلطه نتاع كسكسي تتعمل من قبل، ريسيت قديمه، وحتى في الشرق يعني نحضروا الريسيت نتاع الكسكسي كيما الريسيت نتاع التابولي، هي لاباس التابولي تتعمل يا بالكسكسي يا بالبرغر. دونك باش نحضروا في الديسير جيزاتا. انتوما قولوا لنا علاش سميوها جيزاتا، وعلاش اصل اصيل سميو الاسم هذايا نتاع بريباراسيون زمنيه زاده من قاع الخابيه اسمها جيزاتا. ابار سلا نتاع كوسكسي اللي قلنا عليها باش نحضروا طاجين مرقاز. دونك علاش زاده كيفيف سميوها طاجين مرقاز. منيو سهل برشا، ما يطلبش برشا وقت، ما يطلبش برشا جهد. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله انتوما كيف كيف تنجموا تتفاعلوا معايا باللي كومونتير ونجاوبكم كلك سوا على اللايف. سامحوني نجاوبكم على اللايف او بيان تخليوا لي مساجات وانا نوعدكم نجاوبكم ان شاء الله. عندي لايف باهي، نقولوا احنا بنكهه الكوجينه بنين برشا. ما هي بلاهي شيف سومون كريي باش نفوحها، والله دو بريفيرونس بريها طومبونيها بشويه زبده، دو بريفيرونس شويه سالي بوافر با بلوس، كان تحبش تزيد شويه انيت تعطي نكهه اخرى. على شنية دبارة اليوم به يا جماعة اللي التحقوا لينا باش نذكركم فيسع فيسع، خذوا ورقة وستيلو وباش نوريكم المقادير فيسع فيسع باش تقيدوها، باش نحضروا مع بعضنا الخبز. دونك نجيب لي زانغريديون نتاع العادة كيما العادة، نجيب لي زانغريديون نتاع الخبز، نحطوا كالعادة ديماراج نتاع الحاجات اللي تشد اليد، ونبداو بالسياسة بالسياسة نحضروا في المنيو نتاعنا. دونك انفيتي صحابكم وحبايبكم باش تحصل المنفعه الناس الكل، بارتاجي اوتون كيف كيف اللايف فيسبوك، وانا نحاول نعاونكم ونعطيكم الاسرار ونعطيكم الدباره والشيء اللي موجود في الكوجينه كيك سوا كيما قلت لكم قبل في الريستورونات والا في ليزوتيل. دونك اول حاجه سهله بالنسبه لينا باش نحط فيسع فيسع ديماراج نتاع حاجتين مع بعضهم، نحط الماء يغلي باش نفوروا فيه كسكسي، وباش نحضر الشربه. هذوما زوج باش نخليهم محمد نوالي شاف يوسف شوف اهلا بيك خويا محمد، به بلا شاف خطوه خطوه، انا فهم مكونات ساعات ما نفهمهمش ارفيا بالنسبه للمكونات في صوت، اذا ما فهمتهمش انا موجود نحاول نفسر لكم بالسياسه بالسياسه، وتو نركز لكم الكاميرا من بعد على المكونات ونعاود نسميهم مرتين بالسياسه بالسياسه. يعني مانيش باش نبخل عليكم في لي زانغريديون باش نتوما تحاولوا تفهموا المكونات الكل. للي ما فهمش المكونات دوريتا مسا دي بونجور بونجور. دونك كيما قلت لكم باش نحطوا الكسكسي يتفور هاكا الماء على باس، ديما فما طنجره هكا موجوده الطعمي. نبداو في التحضير نتاع
السوق نتاعنا باش نعملوا كريم عوني شنو هو دبارة اليوم. دونك بالنسبة للي خلطوا علينا توا باش نقول لهم شنو هو الدبارة نتاع اليوم، سي كوا المنيو دو جوفي، جيبوا ورقة وستيلو. دونك عندنا جيزاتا، عندنا خبز محشي، دونك باكيت فارسي صغيرة نوريكم كيفاش، هذوما بالنسبة ما بين ديسير وما بين بلا واحد آخر. عندنا طاجين مرقاس، أبار هذاك الكل باش نحضروا الشربة اللي تكون موجودة، وعندنا سلاطة تاكوس أحسن شيء بربي كيفاش يجي المصلي ابني. بونجور شيف فاطمة فوزي ضم شيف به. دونك كيما قلت لكم تنجموا تتفاعلوا معايا في الكومنتات، تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل، وانا نوعدكم باش نحاول نجاوب عليكم، باش نحاول نفهم الناس الكل شنو باش نحضروا. نحط لكم كالعادة الكاميرا باش تنجموا تشوفوني كي اوكي، الصوت نورمالمون يكون واصل، ونحاول نقرا لي كومنتير نتاعكم، ونحاول فما في اللايف انتراكسيون وكل ومنفعة للناس الكل. سالو شيف بربي طيب لنا نسيت البوتانيسكا باهي. البوتانيسكا الله يبارك فيهم حتى مشكل تنحضروها. دونك كيما قاعدين تشوفوا، اول حاجه اول ايتاب ديما نقصوا البصل، نحطوا شويه زيت كالعاده، زيت نجمه ديو فيتاميني. فاطمه عسلامه، فاطمه سويسي، شويه زيت كالعاده، حاتم بونجور بونجور حاتم. دونك كيما قلت لكم تنجموا تخليو لنا كومونتيرات، قولوا لنا فيهم شنو هو الدبارة نتاعكم، شنو باش تحضروا، واش داير جربي بونجور بونجور. دونك تقولوا لنا شنو باش تطيبوا، واللي ما عندوش دبارة ما عليه يلتحق بينا يتابعنا في اللايف تنعطيوه دبارة بنينة تعمل 66 كيف. دونك أول إتاب أسامة باي بونجور، بسمة عزيزي صباح النور. دونك باش نحضروا غيزاتا، باش نحضروا باكيت فارسي تو نشوفوها تبعوها كيفاش باش تحضر سلاطة نتاع كسكسي. تابعونا بسياسة بسياسة وبقدة ربي نعديو لايف حلو برشا. دونك كيما العادة نحطو البصل يتقلى، نسمعو هاكا صوت باهي بالبدا. علاش بديت في سيسة بالشربة والحاجات باش نجم نوريكم نركزو مع بعضنا في طريقة نجم نعاود كسكسي ببرغل. بيان سور تنجم تعاود كسكسي بالبرغل، خاطر هي سلاطة تابولي تتعمل على باس فيها دو روسيت، فيها روسيت بالبرغل وفيها روسيت بالكسكسي. وسلاطة كسكسي يعني معروفة من قبل اللي هي بنينة برشا، فنوريكم الطريقة تاع الإعداد. دونك كيما العادة باش نحطو مع البصل باش نحطو شوية دجاج، هاكا شربة زهرة. نفوقوها كل بالنسبة لنا، رانا ديما نحاولوا نجتهدوا. هذه هكا طريف كلافس نعمل 66 كيف، هذا اقتراح. علاش ما تعطينيش المقادير قبل بنهار؟ اسهل اربية. بالنسبة للاقتراح هذاك اي موجود هذاك باش يكون في الحلو، ما نجموش في الملح نحطوا شربة فريك، فلفل محشي، سلادة مشوية وسلادة خضراء. صباح النور نجيد دوريتا في الصحة. دونك نوال شكرا احلى شيف جميل، صباح النور احلى شيف، صباح النور صباح الخير للناس الكل اللي تحكوا بينا. ونقول لكم اليوم في لايف هاك باش نبداو بالسياسه بالسياسه، نحضروا حاجات بنينه حلوه برشا سهله، كيكو سوا تكون في السهريه والا حتى في حلو العيد. دونك كيما قلت لكم مع تحضير الشربه باش نحضروا غيزاتا، باش نحضروا خبز محشي. نحب نشكر الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا، نحب نشكر حازم بن عيسى راديو بون دو نور، خالد عويش تونسكوب، وانتوما زادا كيف كيف يعطيكم الصحة. بونجور بونجور أحلى شيف عفيف، سي بارتي شيف إيفون كوراج، ميرسي بوكو ميرسي ميرسي. كيما قلت لكم نحضروا الشربة، والشربة اليوم باش نخليوها زهرة. إلهام بحرون صباح الخير شيف، صباح النور. كيما قلت لكم سهل العملية، تنجموا تتفاعلوا معنا تخلينا كومنتاريتكم. اللي ما عندوش دبارة، اللي ما عندوش دبارة هاوكا عنده دبارة يتبعها يشوفها في اللايف، قولي كيفاش نطيبو مصري ألفا. باه شنو هو دبارة شيف أجوردي؟ سلام باريس، سلام عليكم الناس الكل من تونس ومن خارج تونس. كيما قلت لكم البارح أي كل واحد يقول لنا منين قاعد يتبع فينا، اللي يتبع فينا في تونس ولا خارج تونس يقول لنا وين يشوف اللايف.
وشنو هما الحاجات اللي جربهم زاد كيف كيف. بالنسبه للمسلي يقول لي شنو هي مسلي تاع الدجاج ولا مسلي تاع اللحم ولا مسلي تاع الحوت. سلام سلام احلى شيف سميره بن حموده العبيدي، يعطيكم الصحه الناس الكل كيما قلت لكم اللي قاعدين تتبعوا فيا. باش نحط شويه كلافس ديما بالكوتو دي شيف، هذيك الدبالة هذيك تاع الكوتو دي شيف، وهكا تكون عندنا شربة خفيفة بنينة. أمين مراكشي بونجور، أحلى شيف أمين، أحلى تحية لأهل صفاقس. دونك ولي أبو خريس بونجور، باش نحضرو غيزاتا، باش نحضرو خبز زادا محشي، تنوريكم الطريقة نتاع الإعداد، سلطة نتاع كسكسي، وشربة هاني ديجا قاعد نحضر فيها. بالنسبة للشربة حضرت مرقة فاطمة سويسي لاكوليت، أحلى تحية لحاكوليت. حضرت مرقة نتاع دجاج، من مرقة نتاع دجاج بنقسم على اثنين، تنقول لكم علاش بنقسم على اثنين، به ألفة دجاج مسلي تنقول لك كيفاش يحضر دجاج مسلي، باش نقسم على اثنين، بارتي باش نخليها للكسكسي باش نمرق بها باش تجيني منكه للكسكسي، وبارتي باش نمرق بها للشرب. يعني هاكا قلت لكم ما نخبيش عليكم كيفاش تحضروا طريقة أريانا كريم، مسلي دجاج شيف باش نعملوا اليوم ديما صوص جيني جارية برشا. به تحبها عقد سهل العملية كي باش تطيب مسلي نتاع دجاج، ماذا بيك ما تفوتش زوز كيسير نتاع ماء دون بار، خاطر من بعد فما بيرت وقت الكويسون دجاج يعني صايب الماء نتاعو. شيف دي أحلى شيف، بونجور بونجور، ربي فضلك عايش خويا الغالي. كيما قلت لك المسلي دجاج تحاول ما تفوتش زوز كيسير نتاع ماء، تقصلو بصل، تفوحو شوية تابلو كروية، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، عمر زمور صحة شيف من برشلونة، تفوحوا شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه تبلو كرويه، تحبوا مكركم يعني تزيدوا شويه كركم، سينو هاكا مع البصل وشويه فلفل وطماطم، ما تمرقوش برشا كيما قلت لك، تغطيه بالالومنيوم ومن بعد تنحيلو الالومنيوم باش تعمل شويه غراتيناج، وفضل ربي يجي مسلي منين يعمل 66 كيف. دونك شربه هايكا اونكور قاعده باش تحضر، باش ناخذ البول باش نوريكم كيفاش باش نفوحوا. بونجور رغد بونجور، باش ناخذ كسكسي ديالي كيما قلت لكم تنجموا تحضروا سومه يعطيك الصحه. اهلا 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 بسهلا مراكشي، بونجورات بونجورات، هاي شفتي الغالي ربي فضلك. دونك هاكا منورين اليوم عندنا شيف امين وشيف سهله زوز بحذانا، تبارك الله يتبعوا فينا. به باش نحضروا سلطه نتاع كسكسي، قلت لكم تنجموا تحضروا سلطه نتاع كسكسي ولا سلطه نتاع برغل كيف تبولي تتعمل بكسكسي ولا برغل. عملية سهلة برشا، شوية كسكسي، شوفوه بشوية ملح، كان عندنا باش نزيدو تشوف كي أوضح، شوية ملح، كان عندنا فلفل أبيض سينو نجم نفوحو بشوية فلفل أكحل ميسالش، ما يقلقش. به قلت لكم هاكا اللي ما عندوش دبارة نحكيوه دبارة، واللي عنده دبارة يقول لنا على الدبارة نتاعو، ميسالش. رانا الكلنا نحاولوا نستفادوا مع بعضنا بالدبارات. دجاج روتي ليزي بي سوير، ايمان امونه برافو بون كوراج، محمد عماره كيفاش نعملوا مخرونه. باهي مخرونه باش نحكيو فيها، مخرونه باش نحضروها مو هيك سلايت. الكسكسي هذه الحجره الاولانيه باش نزيتوه، نحطولو شوية زيت، خلطوه مليح مليح، ربي ينوركم. شيفان تونس غاليين يعطيك الصحة، شيفان تونس راهم هذوكم هما لي زومباسادور، مش خاطري أنا شيف ولا حاجة، مي تحية لشيفان تونس الكل اللي كان مجاش توا يعني لتا متاع توريزم والحاله، راهو الشيفين كل موجودين في ريستورونات وفي الوتلة قاعدين طيبوا في شقان فتر، ورانا في قلاف في المطابخ نتاع الكوجينا موجودين. دونك مره اخرى نقول لكم يعطيكم الصحه اللي قاعدين تتابعوا فيا، قولوا لنا على الدباره نتاعكم، واللي ما عندوش دباره هاكا يتعلم الدباره باهي ان شاء الله تعجب. خذينا الكسكسي فاهمين شويه منها شويه في الاكحل، انا اليوم جيبو كسكسو بالفاكهه، صحة صحة مش فيك والله كي ما جاش كونفينمون نعملو طلة لصفاقس، عايش اختي الغالية سهلة.
انت وامين ربي يفضلكم لبعضكم احلى شفاء. اهلا شيف لميا. دونك من بعد ما فوحنا الكسكسي باش ناخذوا المرقه نتاع الدجاج اللي قلت لكم عليها. دونك المرقه نتاع الدجاج ملذه دوبليش باش نبثوا بها باش هاكا يكون موجوده النكهه نتاع الدجاج. هاكا كسكسي ما بدناش نقول احنا ما فيهوش مطعم. بعد سيرتو نحطوا له الخضره. ونقول لكم زاد كيف كيف تحيه للسبونسور الكل اللي موجودين في الكوجينه، السبونسور اللي امنوا باش حضرنا لكم دباره بنينه، دباره تعمل 66 كيف موجودين من ناتيلي ديري الورده جولدينا ويربول ميزون الموند بونا تبارك الله كيف كيف مليحه زهره لا فيترين دو تيروار فانواز جولدينا السبونسور الكل موجودين سامي عزايز روز ازار اعطيوني انا دباره. هاي لازم على خاطر هنا كيف كيف اعطيكم دباره نخليوه هذايا خليوه يرتاح من بعد شويه نفوروه كيما قاعدين نشوفوا ديجا كولوراسيون ما في حتى شيء باش نخليوه ابيض نخليوه عبار لهنا باش من بعد يتفور. يعني حاجتين فيزا فيزا حاولنا باش نحضروهم اللي هما الشربه باش اون اتوندون الشربه والكسكسي يتفوروا اون اتوندون حاجتين نحيوهم من المنيو يكونوا حاضرين باش نتلهاو بالديسير اللي هي جيزاتا وعندنا خبز محشي. نتعداو توا باش نحضروا الخبز المحشي نجيب لكم المقادير تاع الخبز المحشي. هكا هنا باش يكونوا واضحين. الهام تجيب من السوق. عسلامة شنية دبارة اليوم الجماعة اللي خلط علينا توا نذكركم فيسا فيسا دبارة شنية. دونك عنا سلطة نتاع كسكسي قاعدة باش تحضر، عنا شربة زعرة، عنا خبز محشي، عنا جيزاتا، وعنا طاجين مرقاز باش نحضروه. يعني ما عليكم كان تتابعونا وتو تشوفوا دبارة بنينة وخفيفة، واللي عنده دبارة يقول لنا شنية دبارة نتاعو. نحب نولي كيف نحب نكبر نولي كيف ان شاء الله بقدرة ربي يا محمد من عمارة تكبر وتولي كيفي بقدرة ربي وتولي خير مني شيف كبير برشا. به باش نحط لكم التليفون هكايا باش نوريكم فيسع فيسع المقادير شنو باش نستحقوا. باش نستحقوا 400 غرام فارينة الوردة. دونك عندكم فارينة كيف كيف تنجموا تخدموا النوعية هذيا فما سبيسيال كاتو ولا حتى فارينة باتيسير الوردة. باش نزيدوا عليها مغرفة صغيرة خميرة كيميائية خميرة كيميائية خميرة كيميائية باش نزيدو عليها ساشي نتاع خميرة نتاع خبز مغرفة نتاع سكر مغرفة نتاع ملح 250 مليلتر نتاع ماء دافي و 25 مليلتر زيت وزدت حاجة أخرى اللي تلقاها موجودة ديجا في الأسواق الكل اللي هي لي أون بوتر. بعد عندنا لي زامبورت بيس هذوما باش نخدمو بيهم. دونك أول حاجة دو بريفيرونس ندفيو دوبليش الماء ونوريكم الطريقة باش يكون عندكم خبز بنين محشي يعمل 66 كيف. هوبا عقربي بونجور. دونك أول حاجة عندنا البول. في البول شنو باش نحطو؟ باش نحطو السكر. عندنا السكر والخميرة هذه السكر طريقة سهلة برشا وإن شاء الله تعجبكم الطريقة نتاعي أنا وجربوها وقولوا لنا رايكم. تنجموا قبل كل شيء ابونيفو في الانستغرام ومن بعد حضروا البريباراسيون تاجيوني وانا نوعدكم باش نبارطاجيها. الف يعطيك الصحه الهام بهرون برافو محمد. به كيما قلت لكم بالنسبه للبريباراسيون دونك الماء ماذا بينا الماء يكون ملذذ يعني ماهوش سخون سيرتو تو في طقس يوم 66 كيف مريح شويه وديفي. هاكا نحاولوا باش نحضروا من بعدنا العديد من الادوات البنين. به حطينا السكر على الخميره كيف كيف اللي هو بودر اللي ما عندوش ينجم يبدلو بحليب عادي. دونك في ليتاب الاولانيه فيسع فيسع نسخنوا
الماء يكون ماء ملذذ. نزيد نعاود نذكركم في المقادير، وصفة الخبز تلقاوها ايبانغلي في كومنتير، 400 غرام فرينة، مغرفة صغيرة نتاع خميرة كيميائية، ساشين تاع خميرة خبز، مغرفة سكر، مغرفة ملح، 250 مليلتر نتاع ماء دافي، و 25 مليلتر زيت. دونك باش نحطو الماء دافي بالطبيعة مع السكر، باش نزيدو 25 مليلتر نتاع زيت، زيت كل نحيوه كالعادة كيما قلت لكم قبل، نخلطو هادو بلاش. ونخليوها درج، دونك هاكا نتوما شدوا معايا شويه الحسابات، شدوا معايا الوقت دريج من زمان. خلينا نخليو الخميره مع السكر مع الزيت والماء الدافي دريج من زمان تخمر، هاكا سهله العمليه. نزيد نعاود نذكركم في شنو باش نحضروا، باش نحضروا خبز بنين، خبز محشي بالفارس، فيها فروماج، فيها دجاج، نجمو نعملوها بأي نوعية متاع فارس. ما عليكم كان تتابعوني، تشوفوا الروسيت تلقاوها ايبانغلي موجودة في كومنتير. دونك ليتاب الأولانية خلينا باش نشطوا الخميرة قبل كل شيء. جينيرالمون في لي بريباراسيون الكل ديما نحطوا الخميرة طول ونبداو نحضروا، مي هذيا أستيوس باش تنجموا أنتوما تقراوا حساباتكم باش ما تهلكوش. نقولوا احنا البريباراسيون كاملة، باش حتى كان الخميرة ناقصة هاكا نقولوا احنا تفيقوا من قبل. خمسة دقائق نخليو الخميرة مع السكر ومع الماء الدافي مع الزيت، دونك 250 مليلتر نتاع ماء. أمل شيرني يعطيك. دونك كيما قلت لكم بالنسبة ليكم تنجموا تفاعلوا معنا في الكومنتات، تنجموا تشوفوا طريقة الإعداد، تلقاو كومنتير تلقاو روسيت موجودة ايبانغلي. تنجموا تخليونا شنو هو الدبارة نتاعكم، الدبارة اللي باش تحضروها. نجموا للي ما عندوش دبارة كيف كيف عليه يلقى طريقة موجودة نتاع تحضير نتاع دبارة. قاعدين باش نحضروا نتاع خبز، طريقة نتاع خبز محشي. عندنا شربة، نتوما زادا كيف كيف تنجمو تقولولنا شنو هي الدبارة نتاعكم، شنو هو باش تحضرو، وشنو هو باش تدبرو في رمضان. كنا حضرنا لايف من أول رمضان لتوا، قاعدين كل مرة نحضرولكم في دبارة سهلة، دبارة مهلة، ما تكلفش، ما تطلبش برشا وقت. بارك الله فيكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فيا، قاعدين تخليو في كومنتارات، يعني حاجة عملية سهلة برشا. دونك هاكا انا نحاول نفيدكم بطريف المعلومات اللي عندي، ونوريكم الطريقة متاع الإعداد، وما نخبيو عليكم حتى شيء. قاعدين في الانتظار كما تراو، قاعدين نخليو في درج باش الخميرة تنشط، باش الخميرة تكون حية، باش ما نخسروش البريباراسيون كاملة متاع الروسيت. انتوما زادا كيف كيف تنجموا تجربوا الدبارة نتاعكم. ابوني فوق بالكل شيء. بالنسبة للحليب حطيت 3 مغارف نتاع ليون بودر، من بعد تنوريكم كيفاش نزيدوها، سينو تنجموا تخدموا بالحليب العادي، يعني ماهيش مشكلة. كيما قلت لكم تنجموا تخليوا الخميرة تنشط، تخليها ترتاح، باش نعرفوا الدبارة نتاعنا. انتوما كيف كيف تنجموا تقولولنا شنو هي الدبارة نتاعكم، شنو قررتوا باش تطيبوا في رمضان في نهار كيما هكا. ان شاء الله ان شاء الله الدبارة تكون سهلة وتستفيدوا منها. بارتاجي اوتون يعني على الفيسبوك، وتنجموا تحضروا الدبارة نتاعكم، اتاكيوني في الانستغرام، وانا نوعدكم باش نعاود نبارتاجيها. باه قاعدين نستنيو درج من زمان، طقس تبارك الله حلو برشا، حلو برشا، مروح شوية. معكم كريمة العوني يعطيك ألف صحة، بلال جربي صحة شيف، محمد عجل مرقيز. الطريقة نتاع الخبز تلقاها ايبانغلي في كومنتير. نتصور بريسك يعني كيما تراو، قاعدين تراو الخميرة قاعدة تتفاعل مع السكر والماء الدافي،
غير جيجي كمبيان مليلتر بور لي نورمال به جينيرالمون بالنسبه ل 50 مليلتر نتاع حليب بالنسبه للماء بونجور كوم دابيتود جو فيان جوست داريفي الحليب العادي قداش مليلتر 50 مليلتر في 50 مليلتر زيدها للبريباراسيون ما تكونش هاوكا البات يرسى برشا وما تكونش جاريه برشا بالنسبه للبات الاستوس هذيا هاوكا جربوها وان شاء الله بقدره ربي تعجبكم طريقه سهله برشا نورمالمون درج تعدى دونك باش نوريكم فيسع فيسع من بعد ما تعدى درج باش نزيدوا الفرينه والخميره كيفاش نستعملوا الفرينه بركه هكا نغربلوها مره بركه كيفاش نستعملوا الفرينه والخميره نغربلوها مرتين دونك باش نحطوا بسياسه بسياسه الفرينه مع الخميره هكا بصحه ينزمني يعطيك الصحه شيف ارفيا شكرا هكا نحاول نجاوب ونحضر او ميم طون معاكم باش المنفعه تحصل للناس الكل دونك عندنا ليون بودر باش نزيدوه وعندنا الملح نعرفو سيرتو بالنسبه لينا الملح نحطوه من بعد باش ما تصيرش ما يطيحش الرياكسيون تاع الخميره نزيد الكل من ناحيه هنا مع نفس المكونات نزيد ابيض عظمه الوصفات كما قلت لكم راهي تختلف مي الهدف واضح الهدف ان نحضروا حاجه بنينه تعمل 66 كيف تنجموا نتوما زاد كيف تجربوا الريسيت هذيا تشوفوها ريسيت بنينه تعمل 66 كيف ومن بعد ريسيت ناجحه ومن بعد تصوروا تاجوني في الانستغرام وانا نبارطاجيها وهاكا المنفعه تحصل للناس الكل دونك نخليو من بعد الريسيت اللي حضرناها هذيا ريسيت بنينه برشا نخليوها ترتاح حتى لين الفوليوم هاك تراو فيسع فيسع بالمغرفه يعني خلطنا البريباراسيون الكل كيما قاعدين نشوفوا به محلاه صحن نتاع زوميتا وكرموس نتاع قبل يا حسره اي صحيح يا حسره على صحن نتاع زوميتا وكرموس اي شكون يتفكر زوميتا وكرموس باش نعجنها شوية البداية دونك كيما تراو العجينة تبدا متماسكة مش يابسة برشا ومش طرية هاي عجينة كيما تراو فيها هكا خليوها ترتاح في مكان دافي حتى لين تولي تبقى فوا الفوليوم دونك باش نحي باش نخليها ترتاح العجينه ومن بعد تنفسونيوها ونوريكم كيفاش باش نحضروا كوبس بنين يعمل الكيف جست نغسلوا يدينا كالعادة جربت البطبوط ما شاء الله جابني ميرسي شيف بس مدريدي دونك كيما قلت لكم نحاولوا لي ريسيت الكل اللي احنا جربناهم نجربوهم معاكم باش نتوما تستفيدوا وتحصل المنفعه الكل خليو البات ترتاح بالنسبه للفارس يلزمها تكون حاضره تكون بارده تنوريكم شنو حضرنا بالنسبه للفارس عندنا ديسير كيزاتا خليها ترتاح لحظة نجيكم شنو هو المنيو شيف مفتوح شيف المقفول ايش فيه المقفول باش نحضروا فيه الكسكسي باش نخليو الكسكسي يتفور باش نحضروا السلطة نتاع الكسكسي المنيو نتاع اليوم اللي الناس اللي خلطوا علينا دونك عندنا شربة زعرة بالدجاج عندنا سلطة نتاع كسكسي عندنا خبز محشي خليناه يرتاح عندنا جيزاتا
وعندنا كيف كيف طاجين نتاع مرقاس. دونك باش نحضروا فيسا فيسا الطاجين نتاع مرقاس، نوريكم الطريقه نتاع الاعداد فيسا فيسا هاوكا منو يكون بنين وخفيف. هذه باش نحضروا فيها الطاجين مرقاس. وعلاش سميوها طاجين مرقاس؟ انتوما زادا قولوا لنا علاش التسميه هذيا حصلت لطاجين مرقاس. عندنا اللحم مفروح مع عند اللحم مفروم من شركة فرح للحوم. باش ناخذ البول، للي يعرف زاد ينجم يقول لنا شنو نزيدو مع طاجين مرقاس، علاش سميه طاجين مرقاس؟ خاطر جينيرالمون يعني اللحم مفروم ناخذو نعملوه مرقاس كيما المرقاس العربي ديالي. دونك باش ناخذو اللحم مفروم، وانتوما زادا في تنجموا تقولوا لنا في كومونتير، تخليوا لنا الدباره نتاعكم، تقولوا لنا شنو رايكم في المنيو نتاع اليوم. لاستيس اللي كنت قبل قلتها ان احنا باش نزيدوا تريف مي، دونك باش نزيد قطرات نتاع مي. علاش؟ باش الالبومين يسو كومباكت. هذه بالنسبه للحم مفروم، بالطبيعه نجيبوا له الفحات ما هو في عود كابر، نعملوها صويبه بيان سور. ايمان، هذا الحم مفروم نجيبوا الفحات نتاعنا، شويه فلفل مكحل، الملح باش نحطوه من توا، باه شاف في فرنسا يبيعوا مرقاس بالفيه تزيل. شنو هما لي زانغريديون اون ديتاي نتاع مرقاس تونسي سورتو؟ باه فاطمة الريحي، حطينا باش نعمل طاجين مرقاس شهيتني فيه، صح باش فيه. دونك بالنسبة لينا هاكا نحاولوا نعطيكم الدبارة باش نتوما تقولوا لنا شنو هما الحاجات اللي نجموا نحضروها. عديت شوية ملح، باش نزيد شوية فلفل أكحل. بالطبيعة نتوما بالكيلة يعني ماذا بيكم بمغرفة كيما كنت عندي المغرفة زغرونة، مي أنا ساعات نصب تو ديريكتومون من الحكة. جست نزيدو شوية فحات، باه باش نزيدو شوية. سليمة قاسمي بونجور، نور الهدى اس فغي، باش نزيدو شوية نعناع شايح. لي زيبيس هذوما تلقاهم في زهرة لا فيترين دو تيروار. النوعية نتاع بالنسبة لينا الفاح يعني يختلف، وكل انسان يفوح على طريقته. وانا بيرسونيلمون كيف كيف كيما قلت لكم، نور الهدى شبيه نور الهدى. الو شنو هو لي فغي؟ تنجم تحط لنا تعاود لي كومونتير، خاطر مشيت تجيب في نعناع شايح ورجعت. باه هذه شوية كركم، نزيدو شوية فلفل احمر، سندا بونجور، نزيدو شوية ثوم، نجيبو شوية ثوم، سارة بن عاشور بونجور. الناس الكل اللي خلطوا علينا قاعدين حضروا في طاجين مرقاس، كان انتوما تعرفوا علاش سميوه طاجين مرقاس، والا سهل العمليه ما صحتش برشا تفكير. سميوه طاجين مرقاس على خاطر اوليو نعملوه كعبر نعملوه مركزين كيما المرقاس. بالنسبه للفاح نتاع المرقاس يختلف شويه، تابلو كرويه على شويه بسباس ماذا بيه كعب محطحط بالوقت، نعناع شايح، هريسه، فلفل احمر. دونك هذوما الكل الفاح نتاع المرقاس اللي ساني بكري على المرقاس. بونجور شيف تريكي كوثر، سوما به سارة تكساها، سارة عاشور جو. للناس الكل اللي خلطوا علينا هاكا دبارة سهلة، عندنا خبز باش يكون محشي، خلينا العجينة ترتاح. وريتكم الطريقة كيما العادة نتاع الثوم هاكا بالبوم نتاع الكوتو، يكون اكرازي فيسا فيسا.
نزيد الثوم، يجينا لحم مفروم مفوح يعمل 66 كيف. بالطبيعة مازلنا باش نحضروا برشا حاجات، نحضروا جيزاتا في الديسير. تنجموا تقولوا لنا شو اسمها الجيزاتا، يعني علاش سميوها جيزاتا؟ حلو، وانتم مازال كيف كيف اللي قاعدين تتابعوا فينا تنجموا تخليوا لنا كومنتات، تنجموا تقولوا لنا شنو هي الخبره نتاعكم. نجيب شويه ليسا عربي، شفتوا ليسا تبنى مع اللحم المفروم. خليها وحدها زيد كيف كيف. راني ساعات ما نخلطش باش نلقى باش نقرا الكومنتات نتاعكم الكل، مي هاكا انتوما كيف كيف اللي حاب يعاود يسال يخلي ميساج، يا من جهه اخرى ينجم يعاود يكتب لي كومنتير باش نقراه. فما شكون يقول مركزي، اي هاي مركزي. علاش قلت لكم البارح كنت حكيت على سوجي امبورطون على الاخر برشا برشا، اللي هو اللي الريسيت نتاعنا نو سون با كوديفي، يعني كيما سميوه الطاجين نتاع مرقاز كيما سميوه مرقازية. ومن بعد نقصوا له روندلات نتاع بطاطا، خليوها ابار لهنا هكا. روسيت زمنيه ساره بن عاشور، بيان سور روسيت زمنيه. ان شاء الله نحاولوا ديما نوريكم دي روسيت زمنيين من قاع خابيه. شنو هو المنيو الليله؟ به سؤال على طاير، شنو احسن ديسير يعجبكم في رمضان؟ شنو الديسير اللي ما تراوش رمضان بلاش بيه؟ تنجموا تقولوا لنا شنو رايكم باش نحضروا صوص نتاع المركزيه والا الطاجين مرقاز. حطوا شويه زيت باش ناخذوا شويه بصل سلام، حشو نتاع الخبز محشي بسبوسه ديسير به قطر سلام. عاشك وصفه الجيزاتا شيف، شكرا هدى. من بعد شويه باش نوريكم شنو هي الريسيت تاع الجيزاتا. ليليا جاموسي كان خلط علينا توا بالنسبه للمنيو، عندنا شوربه زعره وعندنا سلطه نتاع كسكسي، عندنا طاجين مرقاز وعندنا خبز محشي بنين برشا، وباش نزيدو نحضرو جيزاتا. ليليا جاموسي خلطنا بنين قاطي وكريمه الهام بسبوسة وكريمة، يعني عندكم ديسير إن إن إنكم تراو رواحكم في رمضان متنجموش تستغناو عليه. ديسير اللي هو مثلا بسبوسة وإلا كريمة. فما شكون يقولك أنا مراش رمضان بلاش ودني القاضي بلاش مريس اللوز بلاش زلابية بلاش مخارق. فما شكون سمسة سمسة يوميا تبدا موجودة في المنيو، يقولك أنا نحب رمضان نشم ريحة رمضان بالسمسة. كل واحد كيفاش يعني تختلف الطريقه، كل واحد كيفاش يرى طريقه نتاع رمضان كيفاش يحتفل بالرمضان. اما سي بوسيبل نهار الفرينة بالسميد ودني القاضي. سونيا جوست الفرينة في شنو باش تعوضها بالسميد في الخبز. جينيرالمون كان بروسيت هذيك باش تدبتيها يلزمك ماذا بيك تعملها بالفرينة، يتشهاو يدلو عليك سالب عشور بيان سور. اوني لا بوغ سا. باش نجاوبكم عبد الوهاب مرابط بونجور. ناخذ شويه بصل كيما قلت لكم، تنجموا تخدموا دي بارا فروا ولا دي بارا شو، يعني سهله العمليه. على ريقات رند يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا. حطوا ريقات رند كم شوية بصل، نخ شويه ثوم. حاجه سهله برشا في رمضان كيما قلت لكم، جوست راني شيء طيب شيف يعطيك الصحه شيف عبد الوهاب مرابط. كيما قلت لكم راه ساعات ما نخلطش على لي كومونتير نتاعكم، دونك تنجم تعاودوا تكتبوا لي كومونتير. راني بدلت شويه طريقه نتاع الثوم، قصيتو بالله بعت لك تصوير الجاتو امسح جبتك ولا لا. ليليا ابوني فوق قبل كل شيء في الانستغرام، مش نجم كي تبعث لي تصويره يعني تخلط لي، ما عرفش اسكو خلطت ولا لا. به
طلعت شويه الكام صار معجون بميام. خذينا طماطم معجونه حليناها في الماء باش نصبوها دونك ما تقليوهاش. هذا الفحات نحب سلطة سيزار تبيق منوع السمسة تهبيت حلو. اي فما شكون كيف كيف كما قلت بكري السمسة المقروض يعني تختلف الدبارات سيرتو في رمضان وديسير. فما عباد يقول لك الديسير هذاك ما نبدلوش نحطو شوية هريسة شوية ملح شوية فلفل أحمر شوية كركم شوية فلفل أكحل باهي ما شايف قولي على البوزة نتاع برا كيفاش باهي. جوست بعتلي ميساج تنجاوبكم قدرة ربي نعدكم نجاوبكم كل برشا ميساجات وصلتني معاكم برشا عباد تفاعلوا مع لايف. نحب نقول لكم راني نحبكم برشا 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 سي غراس افو اللي انا نبدا فرحان عامل جو امبيونس طفوله هذاك جات مؤمن ساره بن عاشور ميرسي بوكو يا ساره يعطيك الصحه. دونك من بعد ما فوحنا باش نمرقوا كيما قلت لكم نحاولوا ما نمرقوش برشا برشا ماء خليو المغرفه المره الجايه خليو المغرفه في الطماطم نغطيو نحضروا المركز والا المركزيه كيما تراو لو ميلونج اوموجين سورتو نتاع اللحم مفروم هاكا مفوح شهي. مديحه سلامه بارامون خلطت مأخر مثالش مديحه مش مأخر مازلنا قاعدين نحضروا حضرنا شوربه دونك مع الشوربه كيما تراو هاكا الموديل هكايا مع الشوربه باش نحضروا سلطه نتاع كسكسي توا خلطت شربة سلطة نتاع كسكسي الله كريم نور الشيف ودي جيد يعطيك الصحة. سهلة العملية حتى من بعد ما تسحقوش باش تبلوا يديكم في الماء ولا تحطوه في الزيت. سامية بلعزي يعطيك الصحة يا ولدي شهية سلطة سيزار نحب الوصفة. سلطة سيزار من أسهل السلطات لبنان برشا اللي تلقاهم في الريستورونات باش تسحق شوية خس مع شوية خس شوية طومات سوريز. مريم بالمكي بونجور سارة روسيت مماتي يا حسر يا حسر دونك مع شوية خس شوية طماط سوريس شوية جبن كان عندك شوية بارميزان لحظة بركة نتفقدو ونمرقو الشرايب تاعنا. ديما الكوجينة سيرتو يلزمكم تقراو حساباتكم يلزمكم ديما فايقين حتى سيرتو راه في اللايف نقولكم راني نحكي ونتكلم ونزيد نتبع الغاز مدفونة بربي طريقة وشكرا. نحاول نجاوبكم يعني بالنسبة للطريقة نتاع الإعداد مي بسيسة بسيسة هاكا أون أتوندون نجم نخليكم فو با أوبلي كابر بوغ سلاد سيزار. سارة بن عاشور الكابر مش ما نحطوهوش في السلاد سيزار مي باركونتر كبار نحطوه في اللحم مفروم في المركزية. سلاد سيزار نرجع نقول لكم شنو هي الدبارة نتاعها الريسيت نتاع سلاد سيزار على شويه خس شويه طماطم شويه بارميزان كان عندنا كروتون خبز ناخذ شويه خبز نقصوه مربعات نفوحوه بالليفين زرب شويه زعتر وحاجه شويه كليل شويه ثوم شويه زيت نحطوه في الفور دو بريفيرونس بالنسبه للكروتون وقلت لكم على الخس والطماطم وشويه جبن ومن بعد نعملوا لصوص سيزار. بالنسبه لصوص سيزار اللي هي على باز عباره على مايونيز ايلي بالنسبه للمايونيز ايترا زيت عليها 4 أصفر تاع دم وكبير نتاع موتارد. بالنسبه لصوص سيزار نطلعوها بزيت زيتونه يعني صوص سيزار تبدا مايونيز سيري بزيت زيتونه نزيدوها ثوم مع الثوم نزيدوها لونشوا ونزيدوها شويه بارميزان دونك هكا تكون السلاد سيزار. بالنسبه للدجاج نفوحوه شويه سالي بوافر شويه موتارد الانسيان نحطوه غريي ولا اوبيان في الفور. هذايا بالنسبة للدجاج، وهكا تكون سلطة تعمل ستاسين كيف صحة واش فيها سلطة سيزار. المدفونة ساهلة المدفونة فما زوز أنواع نتاع مدفونة
فما شكون يحضرها بالسلق وفما شكون يحضرها بالسبناخ. انا بيرسونيلمون نحضرها بالسلق وسيله يعني نجاوب فيك على المدفونه. وي لون شوا فوالا المدفونه نحضروها بالسلق، ناخذوا السلق نقطتين ننظفوه نعملوا التري نتاعو، بعد ما نعملوا التري نتاعو نقليوه. فما زوز انواع زاد كيف كيف غلطت يا شيف ساره بالعشور. ما يسالش ساره فما حتى مشكل، فما حتى مشكل السلق وفما السبناخ. دونك انا بيرسونيلمون نحضرها بالسلق. جست عندنا حاجه اخرى جدا باش تجي الكوجينه، لحظه بركه. قلت لكم هاكا ديما تجيني برشا حاجات الكوجينه للدار، هذوما نلقاهم موجودين عند سي عبد المجيد الشريف، موجوده نتاع الكنافه، هاكا شعار نتاع الكنافه جات توا توا وصلت. فما العجينه نتاع البقلاوه واللي يقولوا بقلافا لاتراك. يمينة بونجور وسيله راني نقطعهم نرجع لك على المدفونه. وعندي زيت زيتونه زاده كيف كيف، زيت زيتونه ورده. دونك هذوما الكل تلقاهم في المغازان تاع ورده في المنزه سي عبد المجيد الشريف، تلقاو فيه زيت زيتونه اللي هو مسمي باسم ورده. جاتنا كيف كيف اشعار نتاع الكنافه ولا عش البلبل، ولا عجينه نتاع البقلاوه ولا البقلافا يسميوها لاتراك. فات صار البات الفيلو، صحيح بات فيلو اللي نحضروا بها العجين وزيت زيتونه. دونك مادام وصل شويه زيت زيتونه كي زيت زيتونه ورده، زيت زيتونه اكسترا فيرج، اكسترا فيرجن اوليف اويل فيرست كولد بريست. دونك العصره الاولانيه افروا كنا حكينا شويه على زيت زيتونه، هكا كل مره نتناقشوا وتبارك الله جاتني للدار. خل نحطهم هنا بعدايا ونكملوا نحكيوا شويه على المدفونه. شنو هو المنيو نتاع اليوم الجماعه اللي خدتوا علينا المنيو؟ دونك عندنا شربه زهرة، عندنا سلطة نتاع كسكسي، عندنا مرقزية ولا طاجين نتاع مرقاز بها سيدة المفرية وزرير والبسبوسة. شايف عايشك الله يبارك، راني نحاول نجاوب تبارك الله ست صيام ورمضان بعد هاكا يحاول يتفاعل معاكم ويجاوبكم. سامية لازم ساليو شيف. كيما قاعدين شوفوا هاكا نحضروا في المرقزية ولا طاجين مرقاز، واللي من جابس وين يلقاهم شيف ارفيا. والله نحاول ديما الحبيب والاصحاب يعني بالحق جو ريكوموند حاجه باهيه كيما يعني جاني زيت توا عند سي عبد المجيد الشريف زيت ورده. نحاول ديما جو ريكوموند الحاجات الباهيه. سلام للناس الكل اللي خلطوا علينا، قاعدين نحضروا تاجي مرقاز، خلينا الخبز يخمر مش نحضروا به لازم تقعد مده في الفريجيدير ما يصير لها شيء. لا يمينا شعار نتاع الكنافه دو بريفيرونس حطوه في الكونجيلاتور، كان ماحناش نخدمو بيه حطوه في الكونجيلاتور. كيفاش نخدمو بيه؟ عجبتني كوجينه رائعه كيفاش شربه زهره والفه به كومنتات. تبارك الله قاعدين تفعلوا برشا برشا ونحاول نفكر لي كومنتات نتاعكم باش نجاوب الناس الكل. نحاول مش نجاوب في الوقت، ما نجمش نجاوب في الوقت. ما نحكيلكمش على الريحه تبارك الله، تنجيب لكم كسرونه بحذاكم اوكي باش ترى نضفي الكاس قبل باش ما تحرقش المدينة. هاي سيدي شو احلاها الصوص بنينة هكايا خاطرة. عسلامة شيف. جوست شربة زهرة كيفاش نفوحها عايشة نجلة فرنسا به. مديحة صحة ليك شيف كل يوم شين وشيق فترة يحضر بك كوم دابيتود. والله انا هوني سايب باش نحضر بك شيء بربي نحب طريق جوانح بانيه وشكرا. دريدي نجله. بالنسبه للشوربه الزهره سهله، شويه بصل وشويه دجاج شويه كلافس وكركم ملح فلفل اكحل وهكا تكون عندك شوربه زهره بنين. باش نمرق شويه ماء، كمل طريف الماء اللي موجود في حكه نتاع الطماطم جست لو طون اللي عاود ياخذ غلوه صغيره. تبارك الله عليك شيف سميه. نحاول نجاوبكم يعني
كل واحد بسياسه بسياسه. الكبار فما شكون يحطوا في الحامة فروم، وفما شكون يزيدوا في الصوص. انت تزيد شويه في الصوص باش ينكه. فما زوز طرق زاد، فما شكون يحط من الاول، فما شكون يحط من بعد. توا بالنسبه لينا باش نحطوا المرقاز اللي حضرناه بالحامة فروم. بالنسبه للجوانح باني دو بريفيرونس تاخذ جوانح تصمتها في الماء، ما صافي في كوشين تكشف اكيد ريحه بنينه برشا. والله ما نحكي لكمش صار ريحه بنينه عالميه تاع 66 كيف. ومرحبا بكم الناس الكل القراب اللي بحذايا يجيو صحه وشفاء ياخذوا شخان فطر. الناس اللي خاطر هنا الكل دونك قاعدين نحضروا في مركزيه ولا طاجين تاع مرقاز. الجوانح باني دو بريفيرونس ماذا بينا ناخذوا جوانح نصمتوهم في الماء. بعد ما نصمتوهم في الماء حضرتك نصمتوهم نحط لهم شويه ملح، شويه فلفلكه، شويه كلافس، شويه بصل، شويه سفناري، شويه ثوم. من بعد ناخذوا فرينه وعظم شابلو. العظم نزيدوه الحليب، الفرينه نحط لها شويه ملح دو بريفيرونس. من بعد مريم مكه يعطيك الصحه، نوره ما شاء الله كيفاش تتفوح. شربه زهره باش ما تجيش خفيفه ومايحه. الشربه الزهره كان اللي خلطوا علينا توا راهو بالنسبه ليا خديت ماء تاع يعني كركاس، عملت به مرقه تاع دجاج، باش تجيني مرقه عالميه وبنينه. ومن بعد زدت الدجاج وهكا تكون شربه بنينه. السلام عليكم، انت وصلت شاديه شاهد به. زيت شويه اخر كبار، مش ناخذ شويه زيت ورده مع عند جروب شريف سي عبد المجيد شريف. الحاجه الباهيه هي اللي البارح حكيت على زيت الزيتونه، يا اخي اليوم جاني زيت الزيتونه. حاجه باهيه برشا. والحاجه الباهيه الثانيه اني هي ميد ان تونيزيا، دونك تونسي 100% فيير دو ليتر تونسي، روسيت شعر كنافه. السلام عليكم، انت وصلت دونك ما نحكيلكمش. زيت عالمي بريسيا فروا، راهو الزيت الزيتونة ما نطيبوش بيه. شكرا وربي يخليك شيف. دونك باش نطفي على الصوص. شرب الغداس كيفاش، باش نحط كيل كوغوت بتاع زيت زيتون وكا هاو، وكا تقعد لنا النكهة بنينة برشا بالنسبة للصوص. يعني خليت الشالور روتار دي باش عاود ترجع باش هي طيب لنا اللحم، باش حفيدي فتحي بونجور. دونك خليت الشالور روتار دي تقعد موجوده في الطنجره، هي اللي باش تخلي لنا اللحم يعاود يرجع يطيب. اللحم زدناه شويه ماء فوحناه كيما بكري، ويل دوليف تيويل سكري سي لوغ سي هذاك هو سي حاجه بنينه برشا وحاجه طياره على الاخر. نحاول اون ديبالاس زيت كل الحيوه. كنت حطيت بكري شويه كبار، يعني بالنسبه للمركزيه اللي قلتوا انتم مركزيه اللي سميوها، والا تجي مركز هكا. حاضر نحيو زيت نتعداو للكسكسي باش نحطوه يتفور فيسا. كسكسي بكري كنت مرقته، كنت فكروشي بالمرقة نتاع الدجاج باش يبدا منكه، باش يبدا فيه عندنا نكهة. السلاطة وهكا نحاولوا احنا نبدأوا شوية روسيتات. ربي شاف نحي الجلدة نتاع جوانح ولا لا. فوزية راهو جينيرالمون في كاف سي في الماركات العالمية الكل راهو ما ينحيوش الجلدة نتاع الدجاج، راهو ياكلوها بالجلدة نتاعها. هذايا بالنسبة للاستيوس البرشا اللي يسهلوا يقولك راهو مشينا للكاف سي ولا مشينا لبلايص اخرين، راهو كيف كيما نعطيكم لي روسيت اللي تلقاوهم في البلايص الكل. نحطوا الكسكسي يتفور كيما نقول ميتك بابي طرف بابي، نقولوا بونجور احلى شيف لطفي تليسي، احلى شيف يعطيك الصحه. ناخذ نكرم النعمه شويه الكسكسي اللي موجود هنا في البول، في نفس البول تنوريكم شنو باش نحضروا بالضبط. باش نحضروا الفاح نتاع الكسكسي. فوزيه شكرا شيف. انتم الكل يعطيكم الصحه، الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. كما قلت لكم سي جراسا هو نبدا عامل جو ونبدا فرحان. باش نجيبو الخضرة نتاع السلاطة نتاع الكسكسي باش نحضروها باش لو طون يتفور الكسكسي. وكنت وريكم طريقة
تنجموا زادة كيف كيف تغطيو الكرسي باش يتفور فيسع فيسع. عندنا شوية شبت شوية نعناع. تحية ليك سي عبد المجيد شريف، دونك تحية، يعطيك الصحة برشا برشا على زيت البنين، زيت وردة اكسترا فيرج تونيزيان اوليف اويل، يعني حاجة بنينة برشا. بربي شايف كما عطينا الريسيت تاع المدفونة، الله يبارك، نكمل هذيك الريسيت تاع المدفونة، ما فما حتى مشكل. وانا نحكي على السلطة نتاع الكسكسي، دونك شناخذ شوية شبت، ناخذ المكونات الكل بحذايا، ناخذ شوية نعناع، شبت نعناع، أنا البصل، هذوما نحيهم كل بحذايا هكايا، نمس الجينة، ميرسي بوكو سي عبد المجيد. كيما قلت لك البارح حكينا على زيت الزيتونة، يا أخي تبارك الله جانا زيت الزيتونة. عالمي وبنين، والحاجة الباهية زيت من الجنوب، وزيت تونسي 100% تونسي، جاي مع الزيت العجينة كيما وريتكم، العجينة نتاع الكنافة والبات فليو نتاع البقلاوة، كي توا إن شاء الله بقدرة ربي باش نحضروا بها الأيامات الجاية ديسير هاكا نتاع العيد. الروسيت نتاع المدفونة، نرجعوا للروسيت نتاع المدفونة باش ما يتغشوا علينا حتى حد، ما يتغشوش علينا الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. بعد ما نعملوا التري نتاع السلق، يعني بعد ما نفرزوه نخليوه في الزيت، فما شكون يفور وفما شكون شاف، انا نتبع فيك من ايطاليا شعر الكنافه. حنان فما الشعر نتاع الكنافه كنت حضرته، تنجم تتفرج في الفيسبوك ولا في اليوتيوب تشوف الرديف نتاع الحلقه. في الايامات حضرت شعر الكنافه وحضرت الكنافه. نرجع لكم للروسيت نتاع المدفونه اللي نكملها فيسا فيسا. فما شكون يفور كيما قلت لكم، يعني قاعد نقص في العنيه، قاعد نقص شويه شبت، فما شكون يفور السلق وفما شكون يخليه الكل. دونك دو بريفيرونس فما دي روسيت، انا بيرسونيلمون ما نفوروش باش ما يسيبش الميه نتاعو، نخليه في الزيت. بعد ما نخليه في الزيت ويتحرق كومبليتمون نرحيه، نحط اللوبيا، شايف كيفاش نحيو كروسية نتاع الطماطم. تنجم تحط كعبة سفنيرية بالنسبة للكروسية نتاع الطماطم، دون لي بير دي كار جاتك طماطم قارصة تنجم تحط كعبة نتاع سفنيرية. ناخذ طمطومة، دونك من بعد ما تقليه تاخذ اللوبيا تنفخها، تاخذ ساقين نتاع بقري تخليهم يغليو في الماء برشا 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 حتى هما والجلدة هذاك الماء باش تمرق، باش تمرق بيه دو بليش حتى لين يولي جيلاتينو. سارة بن عاشور شايف كيفاش نحيو كروسية، اوكي شايف يعطيك الصحة. نحاول هاكا نجاوب، كان نجم نجاوب نجاوبكم، سينو تنجم تخليو لي ميساج نعطيكم الروسيت اللي تحبوا عليها. من بعد قلت لكم اللوبيا نخليوها تغلي، بعد ما تغلي اللوبيا ناخذ كعبرة تاع اللحم مفروم، كعبرة تاع اللحم مفروم جينيرالمون كيما في وحدهم توا نفس الاستيس ونفس التكنيك نتاع التكعبير نتاع اللحم المفروم. ومن بعد ما نقليوها نحطوها على النار هاديه بسيسه بسيسه، نتبعوها حتى لين تكحل، حتى لين تكحل وحتى لين تولي ماخذه كولوراسيون غامقه. من بعد اللوبيا ديجا اللي هي طايبه، فما شكون زاد كيف يحب يخلي اللوبيا تيب فيها، اذا باش يخليها تستنى شويه قد لازمها تستنى شويه. بعد يرمي اللوبيا، يمرق بشوية الماء، ينظف الجلدة، ينحي الجلدة ريكوبيريها اللي هي بطبيعتها ذابت في الماء وباش تزيد تذوب. ومن بعد يرمي البولات نتاع الكعابر، يفوح بشوية ملح، شوية نعناع شايح، تريف طماطم معجونة والثوم وصحة وبالشفاء. دونك هذايا بالنسبة للرسالة نتاع المدفونة. انتوما زادا كيف شوية سكر في المرقة ينحي الكروسية نتاع الطماطم. ليليا كيف كيف سكر ينحي الكروسيه نتاع الطماطم، يعطيك لوغو سكري مش كيما سفنيريا. هاكا ليلي انت تفهم في الباتيسري وانا في الكوجينا. بالنسبه للكوجينا الكروسيه نتاع الطماطم تتنحى مش بالسكر، بالسفنيريا دو بريفيرونس. علاش؟ هذا السفنيريا هي مدفونه مش بولية، مدفونه باللحم المفروم. قلت لك ديجا اللحم المفروم يا ليلى كيما فوحناه بكري. كيما فوحنا بكري، يعني نحكي على اللحم مفروم، مدفونه باللحم المفروم بسخين البقري وبالجلده. قسينا شويه طماطم، شويه شبت، شويه نعناع شايح، باش نقصوا شويه
سل عايشك مام البوزة، عايشك الله يكبرك البوزة، ترجع بقى البوزة بعد شوية جست نحاول هكا نحكي ونجاوبكم. ثم زادة كيف نجمو تتفاعلوا معنا، تنجمو تخليوا لنا شنو الدبارة نتاعكم اليوم. القصان نحاولوا ماذا بينا دبليرونس نقصوا جويد قصان جويد، علاش خاطر نعرفوا اللي احنا ناكلو بعينينا، وعلى قد ما تبدا القصه جويده على قد ما تبدا بنينه. به كي تراو تبارك الله الكولوراسيون ما شاء الله. باش ناخذوا الفلفل، عندنا فلفل ما توجور بوزوان دون شيف كون فو. ميرسي بوكو ساره، يعطيك الصحه. انتوما زاد كيف شيفين، انتوما زاد كيف تعرفوا تبارك الله الكوجينه. الكوجينه رانا تعلمناها على والدينا، على اماتنا، على مماتنا، يعني هذوكم هما الباس. مديحه فيسبوك. به كما قلت لكم باش نحضروا سلطه نتاع كسكسي دو بريفيرونس، ديما نحاولوا هكا نجتهدوا، نحاولوا نخليه في الريسيت نتاعنا لمسه تونسيه 100% تونسيه. عندنا قرين فلفل احمر بنين يعمل 66 كيف، باش ناخذ بارتي منه. ناخذ بارتي الفلفل الاخضر هاكا كيما نحضر في المنيو نتاع الدار. قاعد نبارطاجي معاكم في الاسرار نتاع الكوجينه باش نتوما تكونوا بخطه ربي شيفين، وان شاء الله توليو خير مني. يعني الحاجه الباهيه اللي نقولها لكم اللي سي غراس افو قاعد نعمل في لايف، نعمل في 66 كيف عمجه بالعكس ما نبدلش المطعم، كل واحد حتى في الحلو نعمل الملح. اي كيما قلت لكم تنجموا يعني تستفادوا، تخليوا لنا كومونتيراتكم، تقولوا لنا شنو هي البارا نتاعكم، واحنا زادا نجاوبوكم. واللي ما يعرفش حاجه احنا رانا نعيشوا ونتعلموا، والسكوندا هذيا رانا نتعلموا ونستفادوا من خبره بعضنا، من الناس الكل، من البارا من قاعدين شاف يا خويا مؤمن بربي البوزه الزريب الله يبارك. راهو اذا تنجم تخلينا كومونتير تقول لنا نحط سفنيريا في اي صوص. يعطيك الصحة ليلى، كيما كنت بكري حكيت على الكروسية باش نحيوها الكروسية نحط سفنيريا. دونك سفنيريا الى بصورب الكروسية نتاع الطماطم، وحتى في لي صوص الكل كي نلقاو الهستوريك نتابعو الهستوريك نتاع لي بريباراسيون دو باز كيلكو سوا في فرنسا اسكوفيي والا في اي طريقة اخرى، ديما نحطو سفنيريا او بيان ديما نحطو نقولو احنا لا كارنتور روماتيك كاروت اونيون اي سيليري وبوارو نحطوها موجودة باش تنحي تعطينا نكهة أخرى، والسنيرية تنحي القدسية تاع الطماطم. باه أنا نحكي شوية ونرتيها، نحكي شوية ونرتيها وحامل جو معاكم وقاعدين نتفاعلوا باش نحضروا. من بعد كنا حضرنا الخبز المحشي توريكم كيفاش باش نحضروه الكل فرد مرة، باش نحضروا مع بعضنا الكيزاتا. باش ناخذ شوية جامبون باش ننظف قبل كل شيء. بون ترافاي، برافو ميرسي شيف دو كونسيي كوزين. نحاول ديما رولو تاع بابي بشيتي، نحاول ديما نحكي على الكوجينه التونسيه. فاطمه مليحي شنو اللي قصيته شاف السلاطه قبل الطماطم؟ قصيت نعناع، قصيت شبت، قصيت طماطم، بصل، زوز انواع نتاع فلفل. تو باش نقص شويه جامبون. دونك عندنا جامبون نتاع مليحه. الحاجه الباهيه اللي نتوما تنجموا تحضروا سلاطه اللي هي سلاطه تنجم تكون تاع برغل، تنجم تكون تاع كسكسي. انا اخترت تاع كسكسي اللي هي على باز راهو معروفه سلاطه تاع الكسكسي المفيد المنفعه والمعلومه تحصل للناس الكل. به دبارت اليوم محسوب الكعاب راهي كان يلوني بريك بالعظمه وسلايطه صحه وبشفاء ليلى كربوت. شكرا شيف. دونك شكرا لكم انتم الناس الكل، بارتاجي اوتون باش المنفعه تحصل الناس الكل. ابوني في الانستغرام، سيرتو في الانستغرام تنجموا من بعد تهبطوا الميكلا نتاعكم، وانا نوعدكم تاجيوني وانا نوعدكم باش نبارتاجيها باش المنفعه تحصل للناس الكل. الحاجه الباهيه اللي واحد يولي يتنفس كوجينه، يولي يحكي على الكوجينه، يولي مغروم بالكوجينه، والكوجينه غرام وحب قبل كل شيء. دونك باش نقصوا جويد كيما قلت لكم فيسع فيسع، على قد ما نقصوا جويد على قد ما نبداو ناكلوا واحنا بعينينا يبدا منظر بنين شهي وكولوراسيون حلوه برشا. عندنا هاكا الالوان الكل، عندنا الاخضر، عندنا الاحمر، عندنا الابيض، الالوان الكل الباهيه جميله. سيفيزاسيون دو جنيف، يعطيك الصحه جميله، يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فيا.
من البلايص الكل. ميرسي بوكو الناس الكل، راني نحبكم برشا برشا، وراني عامل جو سيرتو كي انتوما تتابعوا فيا في اللايف. الريسيت نتاع الخبز المحشي تلقاها ايبانجليه موجوده في كومنتير. ام همام اهلين شيف، اهلين الناس الكل. باش ناخذ شويه فرماج تحت سكينه ما يسالش مسلوح قبل، ذاك هو المباشر كما يقولوا. ناخذ شويه فرماج على قد ما تقصه قصه جويده، على قد ما تحسن به. جي بريباري فيوند انيو بلاس فاكسيان تيز انسيان دو تيش و بول بسيشي. اي حاصل على تيش سيشي درصاف وين نلقاوه الحوت باش نشوي ولاتا باش نفوحو سعاد. يحصل على القرنيت الشيح وين نلقاوه قرنيت الشيح. بالنسبه للحوت لوراتا دو بريفيرونس نعطيكم بليزيور ميثود نتاع تفويح الحوت. ليلى تبارك اليوم شربه بالقرنيت رزربي، الله مصلي على النبي وشوابي بريك سويبا صلاه بلانكيت. مرحبا من السعوديه ما شاء الله عليك، ربي يحفظك. هادي يعطيكم الصحه، قلت لكم الناس الكل قاعدين يتابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس. يحصر على القرنيت الشيح انت ما عادش نلقاو القرنيت الشيح. بالنسبه للنفاح نتاع الوراته فما نوعيتين، فما نوعيه تاخذ ثوم تزيدوا الفلفل الاحمر، تزيدوا الكركم، تزيدوا الزيت، تزيدوا الكمون، وتزيدوا شويه هريسه. هذايا بالنسبه للنوعيه الاولانيه. وبيان زاده كيف كيف تاخذوا شويه ملح شويه فلفل احمر، يعني الطرق الكل تؤدي، قال الاخر الطرق الكل تؤدي الى روما. احنا نحاولوا نفيدوكم بالمعلومه نتاعنا بالطرق نتاعنا. انتم زاده كيف كيف نجموا تبارتاجيو باش المنفعه تحصل الناس الكل. نحس الجروب هذايا جروب يعني ربينا الكبده على بعضنا، سيرتو من اول رمضان توا للناس الكل اللي قاعدين يتبع باش المنفعه تحصل للناس الكل. هاكا انا نعطيكم طريقه وانتم زاد كيف نجموا تعطيو طريقه وتصير انتراكسيون في في اللايف وتصير منفعه للناس الكل. دونك قاعد نقص شويه جبن، قلت لكم باش نقص جويه لو ماكسيموم باش نحاول تكون منظر حلو برشا. روما لا فيل ايترنيل. هاي يعطيك الصحة الماكلة أنفس وروح وخلاق، وبشاشة أكيد الماكلة تجي منينة شاهية طيبة ليك والناس الكل. سيقس في سوق الحبيل بلاد العربي ليليا، شد علاش ماكلتنا فيها برشا ديزيبيس بربي وصل شربة البصل الفرنسي. به والله ماكلتنا مش فيها برشا ديزيبيس، مي ماكلتنا منينة برشا الحقيقة. الحقيقة كي نحكيو على الماكلة نتاعنا نحكيو على ماكلة بنينة برشا برشا برشا. لي زيبيس نكهة شوية تابل شوية الكروية، هذوكم راهو اللي بنوا الماكلة نتاعنا. دونك جوست نفقدو الكوسكسي باش ناخذ لي زانجريديون اللي قصيتهم هذوما الكل باش نحطهم في البول، باش نلمدهم باش نحطهم في البول. نزيد عليه الكسكسي، الكسكسي باش نجيب له خطار فيسا فيسا. هذه شوية واحدة واضحة ماكلتنا باش نعوض جامبون لاني ما ناكلوش. نجم تعوضوا بالطنط، نجم تعوضوا باي حاجه اخرى، يعني ماهيش سي با فورسيمون انك تخدم كان باللي زانغريديون هذيا. نوريكم كولوراسيون محلاها والله حاجه تشهي برشا برشا زيتو يعني. شايف نجم نعمل روز في عوض الكسكسي دو بريفيرونس، اي تخدم برغل خاطر التبوليه هي تتعمل يعني بالبرغل والا بالكسكسي. مي احنا عملنا سلطه نتاع كسكسي. وقتاش به لحظة وقتاش تعملنا حلو العيد؟ حلو العيد تلايمت الأخرانية بقدرة ربي. وكيما بكري قلت لكم على ليزيبيس في تونس، راهو ليزيبيس هما اللي بنوا الماكلة. بلاش يبيس تجي ماكلة
كل واحنا حاجاتكم واسطه شويه ما تجيش بنينه. نشوف شنو غير باش نزيد فلفل. دي شويه معموس. نزيد شويه معدنوس بالنسبه للسلطه. حليم يوسف اي بيان سور معرس، دونك تحيه لمرتي زوجتي اللي موجوده في فرنسا، هي درة. حليم كانت صفات في الكوجينة، تبع الكوجينة هي. هي حلوة هي معرس، انت تتكلم كيستيونير. يعطيكم الصحة كلكم اللي قاعدين تتبعوا فيا في اللايف، وهكا ما تحكيوش كان على الكوجينة بركة، تحبوا تحكيوا على برشا حاجات باهية المفيد بالنسبة لينا، المنفعة تحصل للناس الكل. قاعد نقص في شوية معدنوس البرغل اللي نجمو نبدلوه في بلاصة الكسكسي. أنا اخترت لكم اليوم سلطة تاع كسكسي بنينة وخفيفة. باهي هاكا فيسع فيسع، وباش نطيب باش نحضر توا الجيزاتا. ربي يبارك لك ياسمينة، يعطيكم الصحة، يبارك لكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا، اللي وليتوا أوفياء قاعدين تتبعوا في لايف. هذه بالنسبه للسلطه نتاع الكسكسي. هاكا قصيت معدنوس، نحاول نضرب شويه، مانيش ما نجمش نجاوب الناس الكل على الكومنتات نتاعكم، ما تنجموا تخلوا لي كومنتير، وانا نوعدكم اني من بعد نجاوب عليه. نحسب يدينا كالعاده. شاف لي بول دو شوكولا يجيو فيهم نسلي به باهي مديحه، يجي فيهم الحليب نسلي. دونك فما روسيت ان شاء الله تنحاول النهارين هذوما نعمل روسيت نتاع كعابر، هي طون بور طون على قد البسكوي نتاع البسكوي اللي باش نحضروا به الكعابر، على قد اللوز نزيدوه. عملنا لايف في افطار، اي ان شاء الله بفضل ربي تو نعمل لايف في الافطار. كيما تراو هذيا اللي باش نزيدوه السلاطه نتاع الكسكسي، باش نعملوا عصايره قارص فيسع فيسع، هي باش تبنى الميلونج الكل، نخلطو، نزيدو شوية زيت، هاكا زيت وردة، زيتونة، كل يوم نتبعوك شيف. يعطيك الصحة، هي يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا يومين الماضي ساعتين نعملوا لايف في الكوجينة، نحكيو على الكوجينة، ما ننساوش اللي قاعدين نحضروا في المنيو. دونك منيو كامل فيه الشوربة، فيه سلطة أو توا باش نحط الكسكسي، باش ناخذ بارتي منه، كالعادة باش ناخذ بابيي باش ما نهلكش البلان دو ترافاي، هكا نحط بابيي، نسلي بعد نترجعوا كراميل. ليليا تنجم تحضروا تنجم تحضروا بالكراميل وبلاش كراميل بالنسبه للكعابر، يعني فما دو ميثود بالنسبه للكعابر نتاع الشوكولاته. المفيد الهدف واحد كيما نقولوا، انت تنجم جو سافوار شوكولاته كيفاش تجي تلمع في لي بول. بالنسبه للشوكولاته ذوب شوكولاته عاديه، شوكولاته دو كوفرتور مش باتا غلاسي مديحه، فما استوس صغيرة تحط 3 غوت نتاع زيت. كان عندك زيت نتاع ضحى سلام شيف، تنجم زيت نتاع نوازيت ولا حتى زيت زيتونة كيف بالنسبة للشوكولاتة، وتعطيك الفريونس هذيك. باه نجيبو المغرفة الكبيرة هذيا باش نزيدو الكسكسي. الكسكسي هاكا طاب، الكسكسي فورناه، كل فورناه سخيناه بالمرقة نتاع الدجاج باش ما يبداش يعني نقولو احنا فاد. الكونتيتي الكل نجمو يعني ما نزيدوش برشا الكسكسي، مي نزيدو شوية بركة. كيبدا كيما السلاطة
هاكا كيما قاعدين تشوفوا السلطة هيا هذا نزيد كل نجمو نحيوها من بعدنا باش نجم تلاقيها ونحضر لكم الكمينة بتاع المنيو هذايا هنا نظفو البلون دو ترافاي باش نحاول شنو هو الاستيوس باش كراميل نتاع زوزة متيبسش من داخل بالنسبة للاستيوس نتاع كراميل زوزة دو بريفيرونس كراميل زوزة تنجم أسهل طريقة باش تحضر الكراميل نتاع زوزة أنك تاخذ حكة نتاع حليب نسليل ليلى كربول ما شاء الله عليك خلق وأخلاق ربي يبارك فيكم ربي يبارك لكم نسليل ما تلمش العجينة تقعد سايبة شوي باه بالنسبة للأحسن كراميل تنجم تحضرو فيسع فيسع انك تحرق حكم تاع نسليه تحطها في كوكوت وتخليها تغلي وقتها يجيك الكراميل بنين برشا يمين الشيف نجمو نعملو برغل اوسي افيك لي ميم كومبوزون بيان سور هي باتا بيتزا شيف هي بيتها كيف الخبز اللي باش تعملها توا دليل به بالنسبه للمنيو نتاع اليوم الناس اللي خلطوا علينا فيسا فيسا هاكا جولي بير فوجينا شويه باش نجم نحضر لكم هالدباره المنيو نتاع اليوم عندنا شوربة زعرة بالدجاج عندنا طاجين مرقازية ولا طاجين تاع مرقاز فما نحب روسات بركيت كيما نتاع الشارع به نجم نجيب النسلي دي سي شوكولا نوار وي بيان سور جي مليحة هذيا كرينا نظمو فيسا فيسا بلون ترافاي وتوا باش نجيب فيسا فيسا لي زانغريديون تاع الجيزاتا باش نحضرو جيزاتا باش لو طون نحضر الجيزاتا نعمل فصولاش تاع الخبز ويطيبو حاجتين مع بعض هاي سيدي بسيط كاي فيسا 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 باش نحضروا بعدنا الروسيت به نحاول نقرا كومونتيرات ونجاوبكم بسياسه بسياسه باش نتوما به نحا هاي سيدي بن سيدك دونك بالنسبه للجيزاتا كيف كيف تلقاو روسيت ايبانغلي موجوده في كومونتير عندنا 250 غرام نتاع لوز ملحي بريفيرونس كان نلقى تكفي هي بطبيعتها 250 غرام لوز مرحي روسيت هي الجيزات دونك قايدو فيسع فيسع هاو كان سايسكم بسيسة بسيسة باش تتبعو تنجمو تقايدو الروسيت نتاع الديسير هي حاجة زمنية قديمة من قاع الخابية عندنا 250 غرام نتاع لوز مرحي عليهم 125 غرام سكر محاور مية وخمسة وعشرين غرام سكر محاور تجيبو مغرفة اللوح الروسيت بتاع ديسير هي روسيت جيزاتا ميتين وخمسين غرام لوز عليهم مية وخمسة وعشرين غرام سكر محاور للي عنده وللي ما عندوش كيف كيف ما يقلقش بالنسبة لل مغرفة متاع جلوكوز دونك المفيد انتوما شايفين بريونس حلوة برشا نزيدو مغرفة نتاع جليكوز بالنسبة للمغرفة نتاع جليكوز لازمنا نبلو يدينا بالماء جيزاتا نسمع بيها مي جامي جي او لوكازيون باش طلع كومونتي كومون سو في اتو باش نحضركم الجيزاتا دونك هاكا لميت الجليكوز مي جوست باش نوريكم كيفاش الجليكوز يتلم نخلطو قبل كل شيء ميلونج باش نزيدو للجيزاتا على اسفل نتاع عظم شطر عظمة ومغرفة نتاع قشور تاع برقدير وصفة الجيزاتا هاكا تلقاوها ديجا محطوطة ايبانغلي باش ناخدو اسفل نتاع عظم دونك باش نزيدوه هكا مع اسفلت العظام اشترى كعب عظام مي انا ديجا باش نحط اخترت عظام صغير تنجمو تزيدو تحطو كعبة كاملة نتاع عظام يعني ما تقلقش باه يا سيدي العظام كنت غسلتو قبل دونك دو بريفيرونس نتوما ديما تغسلو العظام حاولو نغسلو ايدينا هاذي تاع العظام هاذي تنحطوها على جنب بالماء باش نحيو الجلوكوز
اللي ما عندوش شاف المنيو سيلو بلي. الازهر الازهر المنيو نتاعنا حضرنا شربة زعرة بالدجاج، حضرنا سلطة نتاع كسكسي، وحضرنا مرقزية ولا طاجين نتاع مرقاز، عندنا جيزاتا بالنسبة للديسير، وعندنا خبز محشي باش نحضروه، حضرنا البات خلينا ترتاح باش نحضروه بعد شوية. دونك خلطنا المقادير الكل، هذايا الجلوكوز، اللي ما عندوش جلوكوز ما يخلطش يعني نجم تجي رسيت. به باش نخلطو مليح مليح، بريباراسيون سهلة يعني سهلة برشا وبنينة وزمنية وزادة من قاع الخافية بالنسبة للروسيت نتاع الديسير اللي هي جيزات. دونك تتراوني بسيسة بسيسة كيفاش نحضر. طريقة نتاع الإعداد، عندنا دي كاس سور بلاتو، خلطو مليح مليح حتى تولينا البات هوموجين. دونك الطريقة العادية اللي باش نجم نخلط بها، تنجم تخلط بيديك، مي سيركو تنجم تخلط فرشيطة. الجلوكوز نلقاه في المغازيات المفروض، ارفيا الجلوكوز تلقاه راه موجود في المحلات اللي يبيعوا الحلو الكل، يعني يبيع لك السوم تاع الجلوكوز موجود، ما عادش بالنسبة للمقادير المكونات اللي تو تاع الحلو الكل تلقاه تبدل ولا موجودين في المغازان كل في البلايص الكل موجودة. به خلطنا مليح مليح، شوية لوز متاع 5 و6 كيبات مرحي في وسط العجينة يعطي بنة مش نورمال. ديجا هو فيه متاع الجيزاتا. ميرسي بوكو ليليا، يعطيك الصحة، مديحة روسيت متاع اللوز سيفو بلي. به مديحة ان شاء الله. جوست هاكا جيساي ديما باش نعطيكم لي روسيت ونحاولوا نستفادوا الناس الكل. بعد ما حركنا البات باش ناخذ شوية نتاع كرينة أو بيان حتى سكر الخاور، لأن باش نحضر يديا بشوية كرينة وبلاش مش في الكثر هكا، باش ناخذ باش نفرش لي كاس نتاعي. ميرسي وربي يبارك لك. باش نفرش لي كاس، نجمو كيف بمغرفة، هما دو بريفيرونس تعمل بول، والبات ما يلزمش تكون عندكم جيرية ولا جيرية برشا. نحاول نفرك الكيس باش من بعد كي بديت نحضر الكعبر متنساليش نحاول نفرك الكيس مرة أخرى. هما المو هكا سي بون، كيما قلت لكم باش ناخذ تبلاش باش نحطها في الكيس. هنوريكم كيفاش نعمل. ربي عاود الوصفه نتاع الجيزات. بالنسبه للوصفه نتاع الجيزات 250 غرام لوز، زيدوهم 125 غرام يعني الشطر نتاعهم سكر محاور، اصفر نتاع ضم، وكعبه ضم كامله. البريفيرونس هو شطر كعبه، هو 500 غرام يعني كعبه ضم كامله، تنجم تحط مي كان عندك كعبه ضم صغيره يا حبذا. وزيد قشور نتاع برقدير بالنسبه للروسيت نتاع الجيزات. دونك انتوما هاكا نحاول نسهل لكم لو ماكسيموم باش الفايده تحصل للناس الكل. فما شويه ريح لما هاك نسكر الشباك. وجينا هاكا نكرر العمليه فيسع فيسع. انتوما زاده كيف كيف تنجموا تقولوا لنا بكري، كنت سالت وقلت لكم شنو هو الحلو اللي تحبوه في رمضان. الروسيت هاكا اللي خلطوا علينا يلقاوها ايبانغلي مكتوبه موجوده في كومنتير. شافي ما عندوش جلوكوز باش يعاود صابرين الجلوكوز جوست باش يعطي البريونس، يعني تنجم تخدم غير جلوكوز.
المفيد المنفعه تحصل للناس كلها. وكما قلت لكم ان شاء الله نحاول نحضروا مع بعضنا برشا حاجات بنينه وسهله، حاجات زمنيه من قاع الخابيه. دونك الجيزاتا بنينه برشا صدقوني، سهله ما تطلبش برشا جهد. يعني كما تراو هاك الميلونج بتاع لي زانغريديون فيسا فيسا احضر، مش باش نكمل الكل فيسا فيسا باش ميرسي ريتها. به مون ديسير بريفاري دو رومان لوغورتا باش نخليو نطيبو جوست كونتيتي صغيرة بركة، هاكا جوست وريتكم باش المنفعة تحصل للناس الكل. قلتلكم اللي من بعد ما نعملوها بعد ما نحطوها في الكيس نحطوها تيب على 170 درجة. شايف كيف التيب طفل على الفوليوم وإلا تطلع شوية حنين. تعرف شنو باش نعملو احنا من بعد ما عبيناها؟ باش نطرحوها شوية كيما ترى هكا. يعني هاي سهلة برشا، هاي بيان سور سهلة بيكوز شنو يعمل يعطي بريونس. دونك باش نطرحها من بعد ما عملتها كيبرات هكايا هكا كيما قاعدة تشوف. كيما يقولوا كان صبرت راك حاجيت. هكا روسيت سهلة سهلة ماهي. بعد كوا ارفيا ادي نيدك بزيت باش ما يسقوش في صيبك. ميرسي بوكو. الحاجة الباهية كيما قلت لكم هاكا هاكا، حتى فما الوالدة هيك قاعدة تجاوب زاد كيف ربي فضلها. الوالدة قاعدة تجاوب فيكم تعاون فيا. هي منورة صاحبتي شنيا من اليوم ضحى بالحاج. ماذا بينا حلو العربي هرفيا؟ ان شاء الله قلت ربي نحاولوا نعملوا حلو العربي. ماك تعرفوا سيتو راهو كان باش نعملوا حلو عربي راهو بالنسبة لينا يعني ننساو شوية المنيو. تلصقش في الكاسات لين بعد تسيب روحها وحدة بوحدة. باش نخليها هذيا لبعض باش نكمل الطياب الكل. ولا فرد مرة تنتهي كل خير كيما يقولوا ليش الخسارة. دونك نوليو ناخدو كيبرات فيسا فيسا كيما تلاو كعبولك من هكا وننزلو عليها. دونك عملها كيما يقولوا ناس بكري. هاي انتي صرفت ما تلصقش في ال في ال في ال في الكاس. هاكا نطرحوها قلتلكم من بعد نحطوها نطرحوها شوية. ربي فضلك هي كبيرة الوالدة هي بيان سور الوالدة هاي تعاون فيا. عايشة اللايف عايشة ستريس اون ديري. هذيك المخرجة والمنتجة كل شيء هيك تبع فيا وتعاون. وربي يفضلكم ما عندكم، يفضل الناس الكبار الكل ويخليهم تاج على ريوسنا. دونك كيما تراو هاني نكمل لكم ميسيرش ميم سي ساعات اللايف راهو ياخذ وقت كبير برشا. انا هاكا نحاول نعطيكم الطرق تاع التحضير. كملوها الفارس فرد مرة كلها لوز، يعني تركلها لوز وسكر محاور. بالنسبة للمقادير تلقاهم ايبانجلية موجودين في كومنتير. خلطت المخر شنيا الوصفة نتاع البات اللي حضرتها. دونك بالنسبة للبات اللي حضرتها، حضرت جيزاتا اللي هي روسيت زمنية قديمة من قاع الخابية. بالنسبة للمقادير نتاع الجيزاتا مكنش غادي نتلو فيا سامحني كمل فيها فرد مرة. بالنسبة لمقادير تاع الجيزاتا قاعدين 250 غرام لوز عليهم 125 غرام سكر محاور و كعب عظم شطر عظمة مغرفة نتاع الجلوكوز و مغرفة نتاع قشور ورقدين. دونك كنزيد نحطلكم شوية الكام باش نجمو تشوفوني.
روسيت القهوة على الكيلو لوز قداش عظم عايشك؟ هو على 500 جرام لوز عليها كعبة عظم، من خديت كعبة عظم صغيرة، دونك انتوما زادة كيف كيف. هي على 500 جرام روسيت دو باز، على 500 جرام هي جديدة. رحبوا بيا جودة رحماني، مرحبا بيك. هاكا الناس الكل، لي باتي تاع خبز المحشي سالي سلام على الكيلو. قلت لك على الكيلو على 500 جرام لوز نحطو كعب عظم. كمل هذايا الكل هكا هكا نكونو، ولا محالة على قد النمبر تاع لي كيس نورمالمون يجيو قد قد. هذوما يعطيكم هذايا مكتوبة روسيت كيما قلت لكم في كومنتير. نجمو نجيبو كورن، تعمل كورن كورنيها خير باش ما يطيش حتى شي، ما تخسروش سيرتو تاو لي زانجريديون ما تلقاهمش، ما عادش فما موجودين. يعطيك الصحة على جودة، يفضلك ما عندك. نحيو زيت الكل، نغسل يدايا، هاكا روسيت سهلة برشا. تنجمو طيبوها، تنجمو كبر كل شيء ابونيفو في الانستغرام، ابونيفو صوروها حضروها صوروها وتاجيوني وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. الشوربة هذيك من بعد باش نرميوها، يعني منيت بركلها هاو انكور قاعد يحضر، مازال جوست الخبز المحشي اللي باش نحضروه من بعد شوية. نحطو الفور قبل كل شيء، نحطو الفور به شنو هو الصليل اللي باش تعملو من بعد الجيزات. دونك اسلام اسلام رقيق. بعد الجيزات باش نعملو خبز محشي. طيبت الملح، الملح حضرت شوربة، حضرت سلطة كوسكي، حضرت مرقزية والا يعني مرقه بالمرقاز كعبر تاع مرقاز. باش نحط الفور هاكا، الفور سهله، نمدو بلاتو بركو شاي. حاجه باهيه اللي تعاون في الكوجينه الفور سيزيام سونس تاع ويربول، يعاون برشا بالحق، فيه 150 بروغرام تنجمو تحضرو بيه لي روسيت الكل. و انتيليجون يعني سيزيام سونس، عندو الحاسه السادسه معاك في الكوجينه. الوصفة اللي من قاع الخابي زيدوها اللوز المر مرحي معاه. ليليا بالنسبة للروسيت تختلف، وكما قلت لكم انا قلت لكم راهو في كوجينة نتاعي، يعني نحضر الروسيت اما فاسون بطريقة نتاعي انا. انتوما كيف كيف تنجموا تحضروا بالطريقة اللي تحبوها، تنجموا تزيدوا الروح نتاع اللوز المر، تنجموا تزيدوا اللوز المر، كل قدير وقدره. للي ما عندوش اللوز المر زاد ينجم يحضرها الروسيت. سي با فورسيمون ولا سي با ايفيدون ان احنا ولا بشير طريقة الروز كل كعبة وحدها تكون طيبة مش معش به دو بريفيرونس. الروز على كيلا روز يعني مرة ونص الفوليوم نتاع الماء، هذاك باش الروز ما يتحرقش، وتحطو على نار هادية. دونك كيما تراو باش نحطو الجيزاتا، نحطوها طيب في الفوق. دونك بالنسبة ليكم باش تطيبوها وتاخذ كولوراسيون باهية 170 درجة 15 دقيقة، باش طريقة الروز كل كعبة وحده. نحط الفوق للناس اللي خلطوا علينا الكل. ان شاء الله بقدرة ربي نوريكم شنو حضر مرة عملنا اوراتا اورتا 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 اي اورتا، خاطر بكري حكينا عن الحوت الاورات. شكرا شكرا الله يخليك.
يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. مازلت باش نكمل نزيد نوريكم شنو اللي باش نحضروا، باش نوريكم الفارس نتاع الخبز المحشي. دونك عندنا شويه دجاج خليناه مع شويه بصل، عندنا شويه فرماج رافي 100% ممتاز، نزيدوه الفارس، ياخذوا شويه دوبلين شويه ملح شويه فلفل. شايف نجم ما نحطش مغرفه جلوكوز، اي ميساج فما حدا مشكل اللي ما عندوش جلوكوز نجم ما نحطش. بونجور شايف شنو هو المنيو اليوم، زلت كي خلطت لايف يعطيك الف صحه يا مينا على وسع البال. سي مون دوفوار بالنسبه لي انا وسع البال ودلوا نتوما، وبالنسبه لي انا نحاول هاكا نوريكم الطريقه نتاع الاعداد، واللي عنده فكره اخرى زاد كيف ينجم يقولنا عليها وينجم يفيدنا بها. هذيك الحاجه الباهيه اللي تنفع الناس الكل باش المنفعه تحصل ونستفادوا الناس الكل مع بعض. باه ما نساوش عندنا شويه بطاطا من بعد باش نقليهم في الزيت هذاك للمركزيه كما نقولوا، هذيك هكا سهله باش نحطها على جنب. باش ناخذ شويه معدنوس ناخذ شويه معدنوس نزيدو فيسا فيسا للفارس على وسع بالك معانا. يعطيك الصحة يا مينا، يعطيكم الصحة قلتلك كيما قلتلك يا مينا، انتوما زادا اللي قاعدين تتابعو فيا كل يوم وليتو أوفياء هاكا تتابعو فيا في اللايف تاع الكوجينة. فيسا فيسا هاكا نحطو شويه معدنوس، نزمو نزيدو كبار زيتون كل قدير وقدرو المفيدة هاكا احنا نزيدو نعاونوكم ونقولولكم شنيا الفارس اللي تنجمو تحضروه. ها يا سيدي من سيدك قصينا المعدنوس باش نزيدوه الفارس، باش نخلطو مليح مليح، نجمو نزيدو فلفل بار لعبيد، نجمو نزيدو أي حاجة تحبوها نتوما تكون موجودة في الفارس. حطينا دجاج، حطينا معدنوس، شوية بصل، نجمو نزيدو شوية زيتون وشوية كبار، عندي شوية كبار لهنا. المفيد نتوما هاكا تنجمو تجتهدوا، أنا نوريكم الطريقة نتاع الأعداد، وانتوما زادا كيف كيف تنجمو تفيدونا بالأفكار والمعلومات تاعكم. صار جبالي يعطيك الصحة شاف، الشربة إيش عملتلنا؟ مديحة عملت شربة زعرة بالدجاج كيما تراو الفارس، هاي الفارس هكا. نجمو كيف كيف نوريكم زادا طريقة أخرى، نجمو تزيدوا فيها راه شوية كركم بالنسبة للفارس، يعني كل قدير وقدر وكل واحد و سوسون دي غو دي بريفيرونس بالنسبة ليكم نتوما شنو تحبوا. نجمو نزيدو فيها شوية الشعب معاك مؤمن أنت بركا تحفنا بالأفكار، أنا نحاول نتحفكم بالأفكار والله ما نبخلش عليكم صدقوني، ما نبخلش عليكم حتى بربع فكرة المفيد المنفعة تحصل للناس الكل. دونك نتوما جوست لا بيتاع ضمرة ونجمو ما نطيشوهوش كيف كيف، قبل كنت حضرت لكم الشربة المنشية، اليوم زادا كيف كيف نجمو نزيدو شوية فريت كروكونت. ليلى ليلى كربول اليوم بيتزا صحة بشفاء، شاف رسالة زرير حنان كيما قلت لكم نجمو راهو ديالو سجاتو ترانسفورم في الكوجينة، نجمو نزيدو حاجات أخرين باش نبنو الماكلة. الشربة هذيا تاع بعضوها من هنا، الشربة نجمو نزيدوها الكميلة نتاع لابي تاع العظام تاع الجيزاتا، وهاكا في الآخر وتكون كيما الشربة المنشية ديالو سجات توصل ترانسفورم في وسط الكوجينة، هذيك الحاجة الباهية. أي سيدي بن سيدي كتاب باش نحضرو مع بعضنا، قبل كل شيء خلينا نجيب بلاتون تاع فور، بركا تقولي باش نجيب بلاتون تاع فور، خرجنا من الأول، زيد كل ما يستحقوش، باهي، اللي ما عندوش باش يعمل الكريم بريلي، اللي ما عندوش شاليمو باش يعمل الكريم بريلي ساهل، نورمال الفور كل ولاو بالريزيستونس، ولكن حتى في بالنسبه ليك انت ولا عندك ميكرو اوند
دونك تاخذ جوست السكر ان كاسونات تحطه فوق الكريم بروليه دو بريفيرونس بتبيع ما تحطش الالمنيوم في وسط الميكرووند، وكان سينو في الفرن تاع الدار، الفرن تاع الدار فما كريزيستونس من فوق هي اللي تتحرق وتعطيك نفس بريسك حسب التقريب نفس الكريم برولي. كومون افوار دي فريت كروكيت به. بالنسبه للفريت باش يبدا هناك جوست خلينا نوريكم نجيب باش نجيب الخبز باش تحسب لهم على الناس الكل. قامت رايحية كبيرة برشا، أنا رجعت لكم جبت الخبز بنت حديت رجعت بونجور جودة رحماني عايشك شيف. دونك كنت حضرنا جيزات خليناها تيب في الفور، حضرنا شربة زعرة بالدجاج، حضرنا مرقة نتاع مرقاز ولا مرقزية كما نسميوها، سلطة نتاع كسكسي، وتوا عندنا خبز المحشي. كيما تراو الفوليوم ولا تروا فوا الفوليوم، دونك المرة هذيا ماحناش باش نديكازيوها، دونك ماحناش نخرجوا الغاز الموجود في وسط الخميرة. توريكم فيسا طريقة سهلة كيفاش باش نحضروا مبعبنا الخبز المحشي بالفارس. الفارس هيا بحذيكم حضرناها بكري فيها دجاج، كيف نجمو نزيدو فرماج سلايس باش يكون مشخشخة الجوسات. عندنا شوية فرينة، ناخدو شوية فرينة نحطلكم جوس الكاميرا باش نجمو تشوفوني، نسموتها شوية قبل ما تقليها. بالنسبة للبطاطا، هي كنا نحكيو على البطاطا اللي فما شكون سالني وقالي على البطاطا كيفاش تكون كروكونت. بالنسبة للبطاطا باش تكون كروكونت دو بريفيرونس تشللها مرتين بالماء، تحط لها ماء بارد وتحط لها شوية قرص وشوية خل باش تنحي الاكسين تاع الاميدون كله وتجيك كروكونت. البلاتو هذايا هو موجود وحدينا نتاع الخبز، عندنا لومبورت بيس هاكا نتوما كيف تنجمو تختارو لومبورت بيس. ناخذ شويه فرينه في يديا، نحاول نحي العجينه، كيما قاعدين تشوفوا كتاب يعني في دوتر بريباراسيون دي غازيوها، مي في البريباراسيون هذيا ماذا بينا ما نحيوش، نحي زي الكل ما نحيوش الخميرة نتاعها. ناخذو شوية فرينة بالطبيعة من بعد حاولوا نحيو الاكسي نتاع الفرينة شوية هكا. الفول ديجا بطبيعتو كي يخلط للدوغري نتاعو يقول لنا باه بسياسة بالبوم نتاع اليد نزلو عليها دوبلاش. كما قاعدين تشوفوا طبوا شويه في ماذا باش نحلو بالقلقال، ماذا بينا ما ننزلوش عليها برشا، دونك بالسياسة هاكا نحاول نوريكم الطريقة نتاع الإعداد والمفيد المنفعة تحصل. شنو هي وصفة العجينة؟ وصفة العجينة اللي تلقاها ايبانجلي موجودة في كومنتير. تنزيد نذكركم عندكم 400 غرام دبيلكم تلصقلكم العجينة دو بريفيرونس ديما نحطو شوية فرينة ومن بعد تنوضو الفرينة باه. هذه العجينة حليناها، السلام عليكم. شنو هي وصفة العجينة اللي بالنسبة لوصفة العجينة ذكركم عندك 400 غرام فرينة، مغرفة صغيرة خميرة كيميائية ومغرفة خميرة تاع خبز، مغرفة سكر، مغرفة تاع ملح، و 250 مليلتر تاع ماء دافي، و 25 مليلتر تاع زيت، 3 مغارف تاع حليب مجفف. بعد محاضرة العجينة ناخذ لومبورت بيس، ناخذ لومبورت بيس، هذا لومبورت بيس هذايا باهي هاكا، تنعملو دو موديل. نقصوا الفورمه نتاع سيركل وتو من بعد نوريكم كيفاش نحضروا خبز
محشي بالفارس كيما قلت لكم الفارس نجم نزيدوها شويه كركم يعني سوسون دي بريفيرونس و دي غو انتم شنو تحبوا بالطبيعه انا نحاول نعطيكم الطريقه وانتم من بعد في الكوجينه نتاعكم تنجموا تجتهدوا وتحضروها كيما تحبوا به انا حيو زيت الكل بعد ما اخذينا بالامبورت بيس قصينا الدوير نحيو فيكسين الدربات هاي سيدي تو باش نروليوها كيما الباكيت باش ناخدو نحاولو نحيو شوية الإكسي نتاع الفرينة باش نجمو نروليو الباكيت الرئيسي خاطر الفرينة من بعد متخليناش البات نجم تعمل حليب عادي بيان سور تنجم تعمل حليب عادي في بلاصة الحليب المجفف بس نفقد الفور أونكور منحكمش ريسيت بوتي فور ان شاء الله تعطيكم ريسيت بوتي فور توا بالنسبه للعمليه كيف كيف نجمو نسحقو بانسو بالبوم تاع اليد ناخذو فارس نجيبو دو بريفيرونس من الغرفة ناخذو شويه فارس كما قاعدين نشوفوا نحيو الاكسي تاع الفرينه كان عندنا حتى بانسول اللي ما عندوش بانسول زاد ماهيش مشكله بالنسبه للاكسي تاع الفرينه ومن بعد ناخذوا اللاويه ونسكروها هك كما قاعدين نشوفوا باه لو البوها شويه كيما الباجيت كيما الترافيه هكا والقفله نخليوها موجوده في اللوطه يعني وقت الكويسون في الفور كان قاعدين تروفية القفله نخليوها اللوطه ما تترعش من بعد ندهنوها من بعد ندهنوها بالاصفر نتاع العظم نجمو نزيدو فوقها ججلان نجمو نزيدو فوقها شويه سينوج فيها نتاع خبز كيما نحبوا بالنسبه للاصفر نتاع العظم لازم نزيدوه شويه حليب دونك هذيا الوحدة الأولانية كيف كيف دونك العملية نكرر نفس العملية بالنسبة للخبز المحشي نتصور فهمتوا الطريقة نتاع التحضير باش نعاود وحدة أخرى زادا كيف كيف قدامكم شوية فارس كونتيتي صغيرة كنا نفضنا ننفضوا البات ننفضوها من الاكسين تاع الفرينة دونك من بعد جست نلولبوها وللي كيف كيف يحير باش ما تسكرش معاه البات ينجم يسكرها بالاصفر نتاع العظم دونك بالنسبة لينا هاكا الطريقة نتاع الاعداد سهلة منيو سي لا ميم شوز كو البناضج لا مليحة مش كيف كيف مش نفس الطريقة نتاع البناضج هذه نوعيه نتاع خبز محشي بالنسبه للفارس كما قلت لكم تنجموا تحطوا اي حاجه تستناوها بقى لي باش نستنى الفور حتى لين طيب الجيزاتا من بعد نطيب فيه الخبز بالنسبه لينا منيو نورمالمون احضر عندنا البلاتو باش نحطوا فيه الخبز المحشي الكويسون نتاعو 15 دقيقه على 200 درجه حاجه سهله برشا تو بقى لي كام باش نقول لكم ان شاء الله المنيو نتاع اليوم عجبكم ان شاء الله تعلمنا وتعلمتوا حاجه باهيه في الدباره نتاع اليوم اللي هي موجوده شربه زعره بالدجاج سلطه نتاع كسكسي ومركزيه والا طاجين نتاع مرقاز خبز محشي وجيزاتا ما بقى لي كام باش نقول لكم كان ربي يحفظكم وربي يفضلكم يعطيكم الف صحه وراني
نحبكم برشا برشا اللي توما تبعوا فيا. نشكر كما قلت لكم سبونسور الكل اللي موجودين في الكوجينه اليوم باش نجم نعملنا منيو باهي برشا. نشكر حازم العيسى راديو بون لو نور، خالد عويش تونيسكوب، وبالمناسبه ام تي كوكو زاد الخويا زهرون، ديما نقولوا له خويا زهرون لو حتى لو كان يكبر، ديما نقول خويا صغير عزيز يونس اللي هو الانيفرسير نتاعو اليوم، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يحييك المثال. دونك باش نكمل المنيو هذا الكل بخطوة ربي، باش نحضروا له خبيزه نتاع كاتو تاع 66 كيف، حتى في الكونفينمون ولا اور كونفينمون نحاولوا ديما لمه العائله هي الحاجه الباهيه، هي اللي تخلينا ديما ملمومين. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، شهية طيبه، وان شاء الله نتقابلوا غدوه بقدره ربي في المنيو نتاع منيو اخر جديد. تابعوني بعد في البلا اللي نهبطهم نتاع الدريساج. شهية طيبه وربي يحميكم.